من المعروف يوم الخميس الماضي حصلت أول تاني جولة في مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وعقد اجتماع في المنطقة بريست في بيلاروسيا. وخلال المحادثة اتفق الطرفين على إنشاء ممرات إنسانية، ودي طبعا حاجة مهمة جدا لروسيا ولأوكرانيا. في إطار تنفيذ الاتفاقات تم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من المدن، زي المدينة ماريوبول، خاركوف وفولنوفاخا. كما ذكرت الوزارة الروسية الحربية، لم تسمح الكتائب الوطنية الأوكرانية للناس لخروج من المدن، بتحديث العنف من أجل الاستمرار في استخدامها كدروع البشرية. أستاذة سميرنوفا، طبعا على ما يبدو يعني هناك تركيز حتى بالتصريحات التي تخرج عن هذه المفاوضات على الجانب الإنساني، لكن برأيك هل تم التوصل حقيقة إلى أي نتائج يمكن البناء عليها اليوم من الجولة الأولى والثانية؟ على صعيد طبعا لغاية سياسي الوقت وعسكري لا، أتحدث. لغاية ده عشان ال كإحنا عارفين من ال من ال من المعلومات الرسمية، الجيش الأوكراني بيستمر على حبس الناس المواطنين في أوكرانيا في المدن لغاية دلوقتي. ممكن بعد الجلسة الثانية والثالثة هتحصل الإحسان في الوضع ده. أيضا بالنسبة لأجندة المفاوضات غير واضحة طبعا منذ بداية هذه الجولات من المفاوضات اليوم، هل برأيك في بنود جديدة طرحها الروس غير تلك البنود التي تم طرحها قبل بدء العملية العسكرية؟ لغاية دلوقتي لا، ما فيش البنود الجديدة. أنا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أهم حاجة تحمل ونقلل الخسائر المدنيين والأوكرانيين في أوكرانيا، في المدن الأوكرانية. دي أهم حاجة بالنسبة لروسيا، ومن المعلومات اللي إحنا شايفين من الحاجات الرسمية.